طبعاً كثرت المشاريع بالكويت، لكن اللي يميز مشروع عن الآخر هو التميز والانفراد بالمشروع. واليوم هذه الفقرة راح نتعرف فيها على مشروع جداً مميز، وهو مشروع اسمه ريهام جاليري، ومع ضيفتنا صاحبة المشروع، لكن راح نتعرف عليها أكثر من خلال هذا التقرير. ريهام المساعيد حاصلة على بكالوريوس محاسبة من جامعة الكويت، بدأت في مشروع ريهام جاليري قبل سنتين، وكانت الفكرة تراودها من 15 سنة، وهو عبارة عن لونج يخدم جميع الدورات التدريبية والاجتماعات والمناسبات بأنواعها، كما حرصت على توفير مكان يسود الفخامة والبساطة معا، واختارت اللون الأبيض في تصميم مشروعها ليناسب كافة الأذواق. حبها لخدمة الناس وخبرتها في كيفية التعامل مع العملاء جعلها تتميز في هذا المشروع اللي يلبي كافة احتياجات الأشخاص والجهات المختلفة في جميع المناسبات بجو يسود الراحة والطاقة الإيجابية. ريهام المساعيد، حياك الله معنا في برنامج بالكويتي. وبالبدايه عارفيننا عن مشروعك ريهام جاليري، شنو فكرته وشون جاتك الفكره بالاساس؟ الله يسلمك. المهم انا اللي يعني شكرا على الاستضافه في هالبرنامج الحلو. المشروع هو مشروع يعني خدمي اكثر، يخدم حق الشريحه اللي هي حق التدريب، اجتماعات، المناسبات. فحبينا ان نسوي مشروع خدمي حق الخدمات اللي تكون محتاجه مكان سيرفيس، يعني تنسيق وامور هالامور. يعني اكثر ناس محتاجين وقاعدين الحين يستخدمون. انت عدتي اكثر من شغله لهم، لكن اكثر شيء الحين يحتاجونه منهم بالضبط من الزباين؟ كله يعني زبايننا، عندنا شركات التدريب، الوزارات عشان يسوون حق دوراتهم التدريبيه، اجتماعات، ترى حتى مناسبات اجتماعية طيب حتى الشركات الخاصة تحتاج عن صالات الفنادق إلى عشاء عمل، غداء عمل، مناسبات، عروض. عن صالات الفنادق ما هي موجودة؟ احنا ما يعني شوف الفنادق شيء واحنا شيء. الفندق دائما انا اقول هو فندق لانه في غرف وكل سيرفيس عنده، وعنده جزء من هذا السيرفيس اللي هو ميتينج روم او واتيفر صاله. بس جيت انا اليوم حق ريهام جاليري لاونج، هو اكثر شيء لاونج، هو يعتبر مثل صالون اجتماعي، يعني اللي حاضر فيه دائما ناس يعني شريحه معينه. فالزائد القاعة نفسها هي فيها متميزة بستايل معين، في فيو معين، لها خصائص، عرفت؟ حتى إنها تكون تجذب حق الناس بحيث إنه يعني. وبعدين انت ايضا يمكن مساحتها تساعد لبعض الامور اكثر من غيرها، يعني مو كل مشروعي او كل ايفنت يحتاج مساحه قاعه في فندق. لا انا قاعد لكن ريهام يمكن اغلب الناس او يقولون ان افضل مشروع هي المشروعات الخدميه، الشيء اللي يقدم سيرفيس. فهل انت مؤمنه بهالقاعده عشان شيء سويتي مشروع؟ بالضبط. بالضبط، لان الدول المتقدمه والدول اللي احنا قاعد نروح لها يعني في العالم كله الناجحة قائمة على الخدمة. نعم. والدليل في دول وايد يعني بدون ما نذكر أسماء ما شاء الله معروفة في السيرفيس مالها. فأنا جيت أساس إنه زائد هو الأتموسفير، بعد الجو العام للمكان. يعني أنا أساساً في إدارة تدريب من قبل، فأعرف التدريب شنو يبي. فأنا الزيادة اللي حطيتها إن شنو؟ إن المتدربين أو أي اجتماع أو شيء في نوع من الهدك، لأنه جاي حق معلومات، جاي حق علم، جاي حق كذا. فشنو؟ جيت أنا أسوي له الأتموسفير هذا، إن هيئة إن أنت قاعد تعمل زائد إنجويت. حلو. أنت موظفة بمكان ولا هذا شغلك؟ لا هذا شغلي. جميل. يعني مشاريع داشة مستفيدة من ما تقدم الدولة للمشاريع الصغيرة؟ انا ما يشغل مشاريع صغيره، مشاريع متوسطه. ما استفدتي منهم الا انا بروحي. بس ما استفدتي ولا شيء من اللي من المشاريع الصغيره؟ إيه؟ لا.
وما تلقيتي اي دعم او ما حاولتي تاخذين اي دعم من ولا دعم ولا شيء التسهيلات ولا دعم عماله تاخذين زين اي شيء يعني لا ولا دعم عماله تخيل شلون موظفه وين الحين احنا هو المشكله ان الواحد لما يسوي هو شغله ومشروعه انزين يعني يحب انه هو يفرغ طاقته فيه انزين بس ما له شغل دعم العماله تقدرين تاخذينه واحنا شكو احنا بالموضوع دعم العمال انا حق دعم العمال لا لان كل يوني تحلطمون انا ما تحلطم انا مالي شغل استغربت ليش ما تحلطمتي عشان شي اسالك ريهام بالمقابل هذا الجاليري دائما يحتاج اجواء معينه وكل ايفنت او كل يعني يمكن ناس تتفق معاك كلهم خط غير يعني خط البزنس غير عرض الازياء غير اذا كانت مناسبه اجتماعيه شلون انت تقدرين توفقين يعني المكان بحيث انه يكون يناسب كل يعني نقول ايفنت من هالايفنتات اي ايفنتات هو اول شيء طبعا المكان اول شيء خذ مني وقت وايد عشان انا القى اللوكيشن اللوكيشن مو يعني اي مكان نعم. يعني يعني درت يمكن مده شهرين وانا ادور مكان معين في بالي لان المشروع قايم على المكان اول لازم يكون مطل على البحر لان هذا السي فيو الطبيعي اللي في الطبيعه عندنا بالكويت البحر لازم وانه هو يكون الـ 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 المساحه ما تكون مستطيله او مربعه او تكون فيها عواميد لا لازم تكون سكوير راوند عرفتي لها زوايا معينه عشان شنو ما ابي اماكن تكون ميته وما استغلها كم مساحته هو 300 متر ما شاء الله أوكي. فهذا اللي يعني المكان عجبني لانه لقيته اني استقل في كل شيء في مساحته عرفتي ماكو شيء ميت في الزوايا في مشكله بالكويت ان الواحد يسوي مشروع انه ما يلقى مكان طبعا اي لان في المكان ضروري هذا في المكان خذا يعني حتى لدرجه اخر يوم من اني قاعده ادور على اللوكيشن اخر يوم قلت هذا اليوم اذا ما لقيت ما في مشروع وسبحان الله يعني اخر واحد يعني فعلا رايحه وانا مالي خلق يعني قلت خلاص ما في مشروع فالحمد لله لقيته هذا الشيء الشيء الثاني الديكور يكون شويه احنا ماخذينه ابيض لان الابيض يوافق الجنسين المرأة والرجال عرفتي اذا ياك ناس شخصيات معينه او في حتى نقول سواء يعني هو راح يمشي مع الرجال والنساء وحتى الاطفال لو نقول بعد زائد ان السيتنج اللي عندنا شيء هافي جيتي يعني خفيف وبنفس الوقت هو مريح. ثقل في نعم. مريح يعني ككواليتي فاحنا شو نسوي حسب السيت اب الناس اللي تبي دورات التدريبيه عندنا بروجكترات وسائل توضيح ساوند سيستم وحسب عندنا يو شيب اذا يبونا مفارش الكوفي بريك وات ايفر حق المناسبات طبعا سيت اب ثاني يزيد عليه شنو تبي الشخصيه اللي هي تبي تسوي الايفنت كل الاحتياجات موجوده متوفره حتى يعني تزيين ورد اي شيء ليش؟ لانه صار انا مشروعي خلال سنتين قاعد يصب في مجموعه نشاطات يعني مواهب شبابيه يعني الشاب اللي مثلا عنده موهبه معينه يمر علي لازم يقول مثلا اذا انت تبين مصور تبين كذا تبين كذا فهو كله ينصب علي فيكون عندي يصير حق الشبكه هذه اللي هي مثلا وحده تجيني تقول والله ابي كذي ابي كذي احنا نقدم وبنفس الوقت قاعد ادعم الشباب انه يسوون عندي في مقابل الايفنتات اللي قاعد تصير فيعني هو في 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 ريهام الحين ريهام جاليري في له طلعوا منافسين ناس لا ما طلع ما طلع لا ما استهوت ذا وان اند اونلي يعني اعتقد راح يصير انا بس لا بس غريبه ان العاده المشاريع الناجحه لان احنا للحين المشروع مو سهل يعني يمكن انه مكلف صعب شنو صحيح مو سهل ترى يشوفه بسيط هو لانه هو جاي من قلبي عرفت شلون اللي مسويته انا هذا مو مشروع ربحي ان الحين ابي اتس نيم يعني انا قاعده اخلق نيم شيء ببالك بغض النظر عن يعني اللي بيقلد شنو هذا هذا هذه في فلوس بقلده اذا ما في فلوس ما راح يقلده يعني مشروعك ما في فلوس لا في يعني في ربح بس ان 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 الاساس الاساس اللي فيه هو نيم يعني ان ان هو العمل يكون شوي جدا حق مستقبل تمام احنا ما ننظر الحين ننظر للمستقبل لا واضح ان دراسه المحاسبه اثرت عليك يمكن صحيح صدق فعلا حسيتيها ساعدتك في مشروعك وايد طبعا وايد تمام
حتى يعني جزء من المحاسبة احنا ندرسها من الماركتينج، فيعني كنت أنا من الناس اللي أحب الماركتينج في هذا. نعم. فاشتغلت أول شيء مع نفسي، بعدين حسيت إن أوكي نبي مساعدين، طلع حتى المساعدين في الماركتينج معاي قاعد يقولون أشياء أنا أسويها، بس أنا كنت أسويها بتلقائية غير لما عن علم وعن توجيه معين. نعم. يعني ميزانية أنت تسوينها بنفسك، مفروض ميزانية الحين كل شيء أنا. أنت المديرة وأنت كل شيء؟ لا يعني مو كذي، بس إن الحلو يعني شوف أنا أقول لك، في إحنا الحلو في الموضوع إن إحنا ما بس نستقبل ما نتعلم. الله يرحمه الدكتور إبراهيم الفقي. الدكتور الله يرحمه. الله يرحمه. أي شنو كان؟ كان أول شيء عشان هو صار صاحب فندق، أول شيء غسل المواعين. يعني ده أكيد ما فبدأ بالتدرج، فهو عنده الحين لما يدش الأوتيل أو واتفر شركته راح يعرف هذا متنظف هذا أوكي، لأنه إنسان متدرج بالضبط دخل في خبرة. طيب. لازم أنت تعرف كل شيء حتى لو مسك بعدين ناس مستقبليا ما مجرد يمكن بالتليفون أعرف سواه ولا ما سواه، عرفته لأن خبرة. ما راح نتكلم عن المشاريع الصغيرة بس بنتكلم الحين عن تشجيع الدولة على الأقل للكل العمل بقطاع الخاص. فشوفين العمل بعيد عن الجانب الحكومي بالقطاع الخاص أفضل وايد. يعني شلون ما أني فاهمة، يعني قصدك إن الواحد ما يكون موظف في الحكومة ويشتغل بعمل خاص سواء عمله مثلك أنت أو عند قطاع خاص آخر؟ والله شوف يعني أنا بالنسبة لي إن ما في مانع إن الكويت يصير عنده وظيفة ويشتغل، يعني يصير عنده شيء خاص، يعني ما له شغل لأنه هو كويتي. إنزين الدولة هم تبي الدولة ما تبي، تبي يروح القطاع الخاص من يقول تبي؟ لا لا الكويت لا لا هي تبي بس تبي يعتمد على نفسه، عشان شيء تعطيه فوق يعني اللي يأخذه من مشروعه تعطيه فلوس اللي دعم أعماله. الكويت ما في مثلها، الكويت نعمة لازم نحمد ربنا عليها صراحة يعني. أكيد. فأنا بالنسبة لي إن الكويت إنزين دولة إنزين الحمد لله محافظة على حقوق الموظف، وبنفس الوقت دولة محافظة على حقوق التجار. صحيح. بس يعني هاي باختصار، فما ممكن تصير موظف الدولة محتاجتك وظيفة ولك حق إنك تكويتي تتوظف. وبنفس الوقت إن عندك وقت فراغ، يعني إيش حقه أنا أضيع وقت فراغي في أشياء مو زينة؟ فإذا عنده حرفة معينة صنعة معينة طاقة عرف ممكن يشتغل تاجر، مش المشكلة. أكيد. ريهام لأي مدى هذا المشروع ساعد في تغيير شخصيتك؟ جدا أكيد جداً. صار كان في بيفور أند أفتر. بري شلون يعني وايد يعني مثل شفتي شلون ما أدري شو أقولك، بس هو طبعا قلص الشخصية يعني وضح الشخصية. شفتي لما واحد يقول شنو تبين تقول ما أدري؟ لا الحين أدري، الحين تدري. إيه مثلا تعرفين من تحاكين ومنو ترتفعين عنه ومنو تنزلين له، عرفتي؟ صار عندك بصيرة بين قوسين. زين ويعني حرصك على إرضاء الناس واللي هم يقولون انها غاية لا تدرك، شلون تدين شنو؟ غاية رضا الناس انك انت تقولي لهم حاضر وتبتسمي لهم وان شاء الله وعلى امرك. حتى لو ما كنتي مقتنعه باللي هم قاعد يسوونه بس تنفذين لهم. اي طبعا لان ما اقدر اجادل انا. نعم. اي يعني بس تعطي مستويات وممكن يكون في نقاش او حوار ويمكن ياخذون برايك. اول كنت اعصب، اول اتضايق، اول بعدين قمت يعني قلت يعني يا هذا يا خلاص، اذا شو تبين تستمرين ترى لازم كذي، ما تبي تستمرين خلاص سكري وقعدي في البيت، ما حد راح يحاكيك ولا راح يزعلك ولا راح يضايقك. فيعني طبعا تدرين الشغلات هذه انا السفر عندي ضروري من هالناحيه، فاروح اسافر اغير انظف مخي كذا كذا ارد مره ثانيه. نعم. فعندي هم مصاريف السفر مشكله. هي مشكله جدا اكيد. عموما ريهام سعيد بنالك كل التوفيق في الجاليريا. بس احنا يعني انا سوري يعني ما بس انتم ما ركزتوا في الجاليري كثر ما ركزتوا فيني.
وانتي اساس المشروع. انت سميتها ريهام جاليري. لا بس شنو اللي حضرتينا عن الجاليري؟ شنو لا ما ادري الاسئله يعني يعني كانت ممكن شوي توضح حق المشاهدين اكثر للمكان ولا حطينا نعطيك عندنا وقت طبعا. يعني انت يعني احنا تكلمنا انه هو مكان يخدم الناس لاي شخص عنده ايفنت ممكن يقدم فيه، شنو ممكن اكثر انت تبي تقولين عن المكان هذا؟ لا انا اقول المكان ان يعني انا حبيت اركز فيه ك انه هو منو يعني زاره، منو الناس اللي يعني نعم. شنو الايفنتات اللي سويناها، شنو اللي مثلا شاركنا يعني عرفت اوكي هذا ايه؟ شيء انترستد شنو الايفنتات اهم شيء. لا بس انا اقول يعني شيء شفت عروض ازياء استغربت ان مكان نفس هذا ممكن مصممه تاخذ لي عرض ازياءها فيمكن هذه تجربه حلوه. بالكويت ما في المكان بالضبط. شلون ما في مكان لعرض الازياء بالكويت؟ اي هو مثل ما قلتي هو شفتي شلون خدمي يعني ان في ناس مثلا انا اعرف يروحون ممرات عشان تبي تصور الفاشن مالها او شيء او الكراسي يكون عددها محدود ايه فيعني المكان هم مهيئ ل مثل ما قلتي كفاشن وشيء بس هم حق التدريب ان التركيز على التدريب خاصه انه هو واجهه حق المحترم الموظف. الموظف لان انا مو باداره التدريب فالموظف الدوله تعطيه فلوس يعني حق ميزانيه خاصه حق التدريب. صحيح عرفتي؟ فهني الضروري ان المتدرب يكون حائز على نوع من الاحترام انه رايح دوره تدريبيه لازم يكون الاتموسفير مهيئ، الجو العام، حتى المدرب والمتدرب يحسون ان هم جايين اجواء حلوه بالضبط. فهذا فعلا امبورتنت وهذا اللي انا التمسته مع الناس اللي قاعدين. كافي ريهام انه ما في غيره كمشروع خدمي فاتوقع ان اي احد محتاج لمثل هذا المكان. بالضبط هي محتكره الفكره. لا والله مو محتكره بس انا قلت لك بالعكس يعني صح. انا في ناس سالوني بالعكس ويعني مع احترامهم دقوا علي وقالوا لي احنا ودنا نسوي نفس مشروع. قلت لهم نطروا لما ان شاء الله نوصل الى التارجت اللي انا ابيه انا راح اعمم واقول لكم قلدوا المشروع. خلاص قلت لكم نطروا لما ريهام تخلص التارجت. عموما ريهام المساعد شاكرين لك حضورك واتمنى لك التوفيق اكيد ان شاء الله بهالمشروع وباقي المشاريع ان شاء الله. في مشاريع جايه غيره؟ نووي بعد. عموما نتمنى لك كل التوفيق ريهام. الله يسلمك. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا. سيدنا وصلنا الى ختام حلقتنا واخر حلقات الاسبوع بعد. صحيح. عدل عدل نشوفكم ان شاء الله يوم الاحد في حلقه جديده برنامج الكويتي. مع السلامه. مع السلامه.